ان شاء الله مكسب باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، كابتن اسامه انت محضر لنا حاجه يا اسامه يا سمير ولا ايه؟ طب وريها لي كده، وريها لنا ونشوف تعليقات عشان تعرفوا اهميه المرحله اللي احنا فيها. يعني حاجه كده ممكن يبقى دمها خفيف وظريف، كاريكاتير خاص بالاهلي، لوجو الاهلي وبيضحك وطالع السلم لمنصه التتويج في كاس افريقيا. ارجع لي بقى. شكرا يا كابتن ابراهيم. انا متشكر يا كابتن، شكرا كابتن سيد، شكرا كابتن سيد. طيب مباراه الوصل بحلوها بمرها بنتيجتها 2-2، لا قدر الله كان فيها نتيجه اقل من كده او اكثر من كده، مكسب خساره ايا كان الوضع، بنحترم وبنقدر كل يعني الفرق الاماراتيه وتحديدا الوصل الاماراتي. خش بقى على المعنويات المرتفعه، اشتغل بقى على الدوافع، اشتغل على الحماس، ومش هتلاقي اكتر من كاس افريقيا وكاس العالم للانديه والترجي تحديدا عشان يبقى اكبر دافع بالنسبه لك. انسى مباراه الوصل، مش عايز حد على السوشيال ميديا ولا حد بيتكلم في اي حاجه يتكلم على مباراه الوصل، لكن لانها كانت اوضاع مختلفه وحياه مختلفه وترتيب مختلف وتفكير مختلف، فانسى مباراه الوصل واستعد لمباراه الترجي بمنتهى الايجابيه ومنتهى المعنويات المرتفعه بشكل كبير جدا جدا جدا. ده المهم، ودي رساله في منتهى الاهميه. الرسالة الثانية، مبروك لنادي الزمالك النهاردة عشان يبقى الدنيا فيها روح رياضية عالية جدا. الزمالك قدر انه يفوز على الاهلي في كرة اليد 26-24، مبروك. انا عارف ان البرنامج بتاعي بيتعاد مرتين، مرة بعد ساعة من دلوقتي على قناة تانية، وبرة هنا في قناة النادي الاهلي بعد حوالي 4 أو 5 ساعات. فالناس اللي بتعيد البرنامج بتاعي ده او البرنامج بتاعنا بعد ساعه بيقولوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله، خدوا الحته الروح الرياضيه، مش كله سلبي 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 بس. احنا بنبارك لنادي الزمالك روح رياضيه، مبروك لنادي الزمالك والف مبروك كاس افريقيا، لان دي الرياضه بشكل عام مش في كره القدم بس. تصبحوا على خير، لكن يوم الثلاث هنبدا صفحه جديده خالص مرتبطه بكاس افريقيا والترجي التونسي وكل الاشياء المرتبطه فنيا بالترجي التونسي، من التشكيله والتغييرات وعناصر اللعب والمدرب والتغييرات وطرق اللعب وكمان الامكانيات والقدرات الخاصه بفرقه الترجي التونسي.